بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تمر علينا الذكرى الرابعة المشؤومة لدخول قوات الاحتلال السعودي إلى أرض البحرين، ذكرى هدم المساجد وحرق المصاحف، ذكرى انتهاك الأعراض وسفك الدم الحرام، ذكرى فضخ رأس الشهيد المقاوم الشهيد البطل أحمد فرحان، ذكرى الهجوم على الميدان. كلها ذكريات أليمة. لقد انتهكت هذه القوات كل المحرمات واعتدت على العقيدة والدم والمال والعرض، فكيف لنا ألا نقاومها؟ كلنا مقاومة، شعار هذا العام يؤسس لمرحلة جديدة للتعاطي مع هذه القوات الغازية المحتلة. كلنا مقاومة هم أولئك الشباب الصامدون في كل الساحات. كلنا مقاومة هم أولئك المعتقلين الذين يملؤون السجون. كلنا مقاومة هم أولئك الأمهات الصابرات المحتسبات. كلنا مقاومة هي كل الزوجات اللاتي يقفن في صف أزواجهن محتسبات. كلنا مقاومة صرخة كل أم شهيد ومعتقل ومطارد، وزوجة كل شهيد ومعتقل ومطارد ومهجر. كلنا مقاومة هي شعار أبناء الشهداء والمعتقلين والمطاردين. كلنا مقاومة ستقض مضجع الطغاة والمحتلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.